ازاي تربح من اليوتيوب بدون اي شروط، بل من الفيديوهات القصيره، من غير ما يكون عندك قناه، من غير ما يكون عندك 1000 مشترك، من غير ما يكون عندك 4000 ساعه او مشاهدات والحاجات دي كلها. كل اللي هتعمله هتفتح التليفون بتاعك كده تمام، تيجي على اليوتيوب وتفتح اليوتيوب. فتحنا اليوتيوب زي ما هو قدامك كده، هتدوس على علامه الزائد اللي تحت دي تمام، تعمل انشاء فيديو شورتس اللي هو قصير، تدوس عليها كده عن تمام، هيبدا ان هو يفتح لك الكاميرا زي كده. انت ممكن تصور فيديو مدته مثلا تكون 15 ثانيه اقل اكتر براحتك تمام، مفيش اي مشاكل، او ان انت تيجي هنا تمام وتبدا ان انت تختار اي فيديو يكون مدته دقيقه او اقل من دقيقه، اي حاجه من اختراعك انت فاهمني، وترفع على اليوتيوب. وكل ما يجيب مشاهدات اكتر كل ما هتاخد فلوس اكتر. طب الفلوس دي تقريبا كام كده يا احمد بالله؟ يعني بصوا يا جدعان، هم ما قالوش بالظبط على كل 1000 مشاهده او قد ايه بالظبط، بس قالوا ان انت اي مشاهده هتجيبها هتاخد عليها فلوس، زائد هتكون مثلا اقل حاجه 100 دولار لحد 10000 دولار. طب الفلوس دي بتنزل ازاي؟ الحاجات دي كلها دي فيديو لوحده يا جدعان، هنتكلم عن كل تفصيل. الفلوس بتيجي لك رساله على البريد اللي انت بترفع عليه او الايميل اللي انت عامله على اليوتيوب ده، بيجي لك رساله على البريد بتاعك بيقول لك ادخل خد مكافئاتك او ارباحك بتدخل، اهم حاجه تدخل تمام بعد الشهر. النهارده واحد في الشهر يوم 8، من 8 ل 10 يا جدعان هيجي لك رساله يقول لك ان انت الفيديو بتاعك مثلا جاب 1000 مشاهده عليهم مثلا 10 دولار 100 دولار ايا يكن الرقم. دي ميزه كويسه جدا، بدون اي شروط تقدر دلوقتي تربح من اليوتيوب بس كده. واشوفك ان شاء الله بقى في باقي التفاصيل في فيديو يكون طويل. ونصيحتي في اخر الفيديو ده زي كل فيديو، ابدا زي ما انا قلت لك، ابدا قبل كده، فبقول لك ابدا تاني بمجرد فيديو قصير، معلومه تطلع تقولها للناس او فويس، حتى لو انت جبت صوره كده واتكلمت انت جامد جدا، خلي بالك بدايه فده كويس جدا بس كده. واشوفك ان شاء الله في فيديو تاني، سلام.